مضمار وحلبة سرب شهدت أحداث جميلة ومثيرة من خلال أحداث الجولة الثالثة من بطولة الكويت للكارت، وهذا ما سنكتشفه من خلال هذه الحلقة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم في يوم الثاني من سباق الكارتينج. نفس ما شفتوا بدينا أمس العصر والحمد لله بدينا في المركز الرابع وتقدمنا وواجهنا بعض الصعوبات بنالتيات، لكن الحمد لله قدرنا نتغلب عليها وصلنا للمركز الأول الحين، وإن شاء الله نتم في الأول، نخلص السباق في الأول. والله منافسة من أول دقيقة من بدأ السباق، المنافسة كانت وايد قوية، شيء مو طبيعي. يعني فريق الأول والثاني فرق بينهم أجزاء من الثانية، منافسة حلوة والسباق حلو. صحيح، هو كل واحد من المتسابقين الموجودين او من التيم مانجر الموجود راح يقول لك فن على اساس ما يوريك هو ماخذ الموضوع جد، وبالنهايه راح تشوفه هو ماخذ البطوله. بس هذيك كل واحد يدعي انها فن، هي بالصدق ممكن تكون فن برا الحلبه، بس داخل الحلبه المنافسه حيل قويه بين اخواننا المتسابقين، وطبعا الاجدر هو اللي راح ياخذ البطوله، وهذه من اقوى البطولات الكارتنج اللي تصير عندنا بالكويت. طبعا مثل ما ذكرنا 24 ساعه وباقي على البطوله ساعتين وتنتهي، المنافسه حيل قويه بالذات فتره من ثنتين بالليل لسبع الصبح، اقوى المتسابقين بالافريقه ينزلون بهذا الوقت. ليش؟ لان هذا وقت خمول، الحلبه تكون الجماهير تكون فاضيه، تركيز اكثر، الرايدر يكون داخل، ما في احد برا قاعد يكلمه او قاعد يضيع تفكيره الا التيم مانجر، وهو الوحيد مرتبط بمايك معاه، وهو اللي قاعد يعطيه توجيهات، وهو اللي كل لاب قاعد يقول له انت لابك جبت 41 الحين جبت 42 ردي ب 41 يلا جبت 40، فالتيم مانجر بروحه يكون برا. فهذا الوقت التيم مانجر تقريبا ما حد يكون يمه فاضي، فالرايدر يكون مركز 100% مع تيم مانجر، يعني من راسه لراسه على قولتهم بالعربي. والله شوف، احنا ما احنا بروفيشنال في المجال هذا، احنا هواة، لكن حبينا الشغله من 6 سنوات. اول ما قلفرن ما شاء الله سووا نظم اول سباق كان في ارض المعارض، من بعدها سنه بعد سنه قمنا نطور ادائنا والشباب قام يحبونها وقمنا نستمر، والحمد لله مثل ما انت شايف الرياضه اليوم مالت الكارتينج بالكويت فيها فرق ما شاء الله تشرف، قاعد تشارك مشاركات دوليه، ولله الحمد اليوم في 4 فرق دولية من كبرى الفرق اللي في العالم اللي تشارك في سباقات القدرة بالكارتينج، طبعا اللي هي 24 ساعة. الميزة فيها ان الواحد لازم يكون عنده نسم طويل، عنده الصبر، مثل ما تحوشك مشاكل تحوش غيرك مشاكل بنفس الوقت، فلازم الواحد ما ياخذ كل موضوع بحذافيره بهالمشكلة ويتنرفز، وهذا لازم تحلى بالصبر وينطر لغاية ما الأمور تتعدل. وتدري 24 ساعة احنا طحنا من كنا بالمركز الثاني وما حالفنا الحظ، صار في حادث حق سيارتنا الأولى، ان احنا عندنا فريقين كويت ريسينج 1 وكويت ريسينج 2. فريقنا كويت ريسينج 2 كان متقدم مراكز جيدة، حاشا حادث وطاح للأخير، وقعدنا نصلح السيارة وبدلنا، وشوي شوي 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 يعني بفضل استراتيجية السباق فقدرنا نتأقلم ونطلع الآن للمركز الرابع. فتدري
تعب على الكل، يعني الواحد ماكو لا نوم ولا راحه، بس يعني الجهود هذه تخليك يا اخي تنسيك لما تشوف الشباب ما شاء الله شلون متعاونين وهذا، فهي فرصه لنا نلتقي من سنه لسنه ونتدرب في اوقات اخرى بعد. والله احنا بالاساس كنا ربع واهل، بلشنا السمين والضعيف يسوق، بس بعد شفنا الموضوع ما ينفع، حتى تعلمنا من فرق قبلنا كانوا زينه يعني، فقلنا لازم الضعيف ولازم الشباب اللي عندهم القدره الرياضيه ولازم يكون عندهم يعني مثل ما تقول يعني مجهودهم العضلي يكون جيد ويقدر يستمر المسافه الطويله. فتدري بعض السواق يسوق 6 ساعات اجمالا، بعضهم 10، عندنا الحين سائق الاخير اللي قاعد يسوق سياره من سيايرنا سايق اكثر من 10 ساعات باليوم، هذا مو شيء قليل ويحتاج جهد جبار وقدره وتركيز جدا عاليين. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الحمد لله انطلاقتنا من بدايه السباق كانت وايد حلوه، مع الرغم انها كانت كنا على الترتيب 9 بالانطلاقه وتقريبا ظرف لفتين وصلنا الترتيب 3. بعدين الامانه صارت عندهم مشكله بالترانسبوندر اللي حسب التايم، ردوا وعادوا الانطلاقه مره ثانيه تقريبا عقب ساعه من السباق، وتمينا قاعدين في السياره وكان في مشاكل فنيه عندهم على الترانسبوندر وعلى السيستم مالهم، والحمد لله أدينا صح، بس للأسف إن صار عندنا عطل مفاجئ، الماكينة بروحها طفت السيارة تقريبا، كان بنزينها 3/4، يعني مو تقول إنه مثلا مشكلة في البنزين أو شيء، كانت السيارة شغالة على أحلى ما يمكن وطفت فجأة السيارة، ونزلنا هذا أكثر من مركز، من الثالث تقريبا نزلنا مراكز وايد تحت، على ما يبولنا الستاف سيارة ثانية بديلة هم للأسف ركبناها ما فيها أداء، فيها مشكلة كبيرة بالماكينة، يا دوب طقينا فيها يمكن لفتين، ما كملنا لفتين، لفه ونص، ودشينا السيرفيس اريا عندهم بدلوا لنا السياره، خذينا سياره ثانيه بعد هم غيرها، وهم هذه الشغلات عطلتنا وايد على ما يشيلون البليت نمبر، على ما يركبون الترانسبوندر طيحنا مراكز وايد، فردينا ضغطنا مره ثانيه وصلنا هم تقريبا الرابع وكنا على الثالث بنفس اللفه، وبعدين هم صارت سالفه البلنتي، صار عندنا بلنتي باي مستيك اتوقع عند طريقهم، لان البلنتي ما المفروض ما يحوشنا البلنتي هذا، كان الحق معانا خصوصا ان انا كنت في زاويه الان، فاللفه انا من صالحي، الثاني اللي كان اوت دش علي باللفه وصار في تاتش كونتاكت بيني وبينه، اعطوني انا بلنتي ونزلني اكثر من بوزيشن، وردينا مسكنا مره ثانيه. احنا الحين الحمد لله يعني طول هالفتره حاشتنا وايد مشاكل، بس ادينا صح وراضين رضا تام على ادائنا، والكل يشهد بادائنا لله الحمد، بس المشاكل الفنيه والتقنيه هذه اللي صارت بالسباق هي اللي اخرت السباق وتعبتنا وايد، خصوصا لما قاعد نفتر مع السيفتي كار مده يعني تقريبا ساعه او ساعه بس على ما يعدون ترتيب الحلبه، وسالفه الباريرز الحواجز اللي قاعد يسوونها يعني كل ما قاعد نمر عند الحاجز الناس تشطفه يرد مره ثانيه يعدلون، هذا قاعد ياخرنا، مجرد انا اكون مثلا مسوي جاب قريب على اللي قدامي يعطونا اليلو فلاج نضطرنا نخفف، اللي قدامي قاعد يفتح زياده واللي وراي انا فاتح عنهم قاعد يقربون عندنا زياده وزياده، فسباق وايد متعب، تشالنج وايد قوي، كذلك طبعا الشباب الكويتيين ما قصروا ما شاء الله تبارك الرحمن، كمستويات فرق كمستويات اداء كاكسبيرين عالي، وباختصار حتى اخواننا الخليجيين اللي جايين من البحرين والنعم فيهم ما شاء الله اداهم وايد حلو، وبالرغم انه عندنا فريق فرنسي جاي مصنف دولي يتوقع الثالث على العالم او الثاني على العالم، هم فريقين فرنسيين، وقدروا الشباب الخليجيين الحمد لله يطوفونهم، ولله الحمد يعني مستوانا ما يقل عن مستوى ابطال العالم، بس مثل ما احنا عارفين ان قله الحلبات عندنا الدوليه نفس موضوعهم او قله الدعم اللي عندنا او مثلا الاهتمام بالرياضه هذه هو اللي قاعد يعطل مشوارنا بهالشغله هذه، خصوصا ان احنا قاعد ندفع من جيبنا الخاص وقاعد نشارك برا على حسابنا الخاص، ونروح مثلا دول الخليج قاعد نشارك فيها، يعني عندنا عمان، عندنا الامارات اللي هي حلبة الأوتودروم، وعندنا حلبة البحرين، هذين ما شاء الله حلبات مصنفة، بس أما إحنا حلبتنا على قدنا، وزين مننا قاعد نأدي الشغلة هذه، بالرغم إن الجار نفسه ما الحلبة مو جار يعتبر مصنف حق جو كار، أما بتشوف باقي الحلبات لما شارك مثلاً برا بإيطاليا ولا بإسبانيا أو بالخليج، لما دش حلبة جو كار تحس إنه فعلاً الجار ما الحلبة جو كار، لكن لله الحمد قاعد نسوي اللي علينا، وإحنا الحين تقريباً ترتيبنا الخامس. وما تدري خلال 45 دقيقة ايش يصير، كل شيء حظ، وعسى الله يوفق الكل، مبروك للكل وهارد لك حق الشباب، من ضمنهم يمكن احنا هارد لك اذا ما حالفنا الحظ، وعساهم على القوة.
والله أنا بالكويت أساساً كل شيء رياضي خاصة بالمحركات يعني يلفتنا ويجذبنا، بس إن شاء الله يصير أكثر من ناحية الرياضات، النشاطات تزيد، لأن احنا فينا صراحة يعني شغف على الرياضات، وإن شاء الله يتكررون. طبعاً موتوكروس على الدريفت على الدراج، بس الدراج راحت من أيام جنوب السرة، ناطرين شيء جديد إن شاء الله. وبس ما عندي إلا إن شاء الله نشوف أحسن من كذي بواجد، وإن شاء الله أن نغطيها أحسن من كذي هم بواجد حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أحب أشكركم على تواصلكم معنا وعلى تغطية هذا الحدث المهم. يمكن عشت تجربتنا من البداية، وين كنا وين صرنا. طبعاً اليوم كل السنوات اللي طافت يجمعنا هدف واحد، إنه هو اليوم تطوير رياضة المحركات، وسباق الجو كارتينج هو من أسس رياضات المحركات، وكان هدفنا اليوم أن صقل هواية واحتراف حق إخواننا الكويتيين أو المقيمين. وكان بالبداية مقصورة، كان الهدف أن اليوم ننمي هالموهبة بهذه الفئة، والحمد لله عقب 5 سنوات من النجاح كبرت الإيفنت لما صارت معترف فيها عالمياً عن طريق الـSWS، فصار سباق معترف فيه عالمياً أن أي مشاركة من أي دول من العالم يحتسب عليها نقاط. طبعاً هذا 100% هذا شيء إيجابي حق كل المتسابقين الكويتيين، والحمد لله اليوم كنت شفت بعيونك، أنا ما له داعي أتكلم إن شنو المستوى صار اليوم. عندنا إحنا ناس من خلال 5 سنوات اليوم قاعد ينافسون على مستوى خليجي وعالمي، فهذا بالنسبة لنا إنجاز وفخر إن اليوم مو بس إن نظمنا إيفنت حلو، هذا مو بس الهدف إن اليوم قاعد نترك شيء حق المجتمع، ننمي مواهب الشباب اللي هو رياضة المحركات تعتبر من أكثر الرياضات الجذابة حق الشباب. وبالإضافة اليوم هم بالنسبة لنا كمستوى شخصي اليوم إحنا نفتخر إن اليوم في مشاركة عالمية من دول أوروبية من دول خليجية إن جايون الكويت وقاعد يقولون ما شاء الله إن اليوم أنتم عندكم تنظيم يتساوى، أو يمكن ببعضهم يقولون يمكن يجاملون، بس إن يقولون يتساوى مع تنظيم بطولات كبيرة برا العالم. فالحمد لله هذا يعني شيء إحنا نطمح له دائما، إن اليوم إحنا شنو إن نركز على شيئين مهمين اللي هو اليوم الجودة بالشغل والتجربة تكون فريدة من نوعها، إن اليوم إحنا ماكو شيء يخسرنا سواء كان تنظيميا او فنيا او اداريا. فاليوم احنا نحاول ان نكون كل خلينا نقول هالمميزات تكون بمكان واحد، ومثل ما قاعد تشوف ما شاء الله الشباب مستانسين تطوروا، هذا بحد ذاته يعني شيء صراحه يثلج الصدر. سرب اليوم قاعد تنظم بطولات كثيرة، جدا مستمتعين بهالأجواء اللي احنا قاعد نشوفها اليوم من تجمع عائلات وشباب والكل موجودين هنا. والهدف من سرب هو انه تكون مكان هذا ترفيهي عائلي شبابي، يمارسون الشباب هواياتهم سواء البنات ولا الشباب والبنات يمارسون هواياتهم في سرب في كل أريحية. وبجهود مدير إدارة متحف السيارات سيد عبد العزيز الياسين اللي موفر كل الوسائل المتاحة لإدارة مثل هذه الفعاليات والتوصية عليها بأن تكون بأحسن وجه، وأهم شيء عندنا عامل الأمن والسلامة، وسرب مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة، والحلبة الوحيدة بالكويت اللي تقدر تنظم بطولات بهذا الحجم بهذا المستوى مثل ما احنا شايفين بوجود الناس الرائعة واللي مشاركين معانا من أبطال من الكويت من الخليج من أوروبا يمكن موجودين معانا وأبطال عالميين. ما صار هذا الشيء إلا من مجهود وجهود الإدارة وحبهم لهذه التجمعات. والهدف إحنا مثل ما قلنا هو هدف أن تكون
جو عائلي شبابي يمارسون هواياتهم ومنتصر بهذه يطلعون أيضا أبطال عندنا ويتمرنون هواية وبعدين يصبحون أبطال وإن شاء الله يكونون يحصلون على مراكز متقدمة جدا خليجيا وعالميا. ومثل ما احنا شايفين ان رياضة السيارات هذه او هواية المحركات هذه هواية منتشرة بالكويت بشكل جدا جدا قوي وجدا فيها اهتمام من 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 جميع الجهات الصراحة. وودنا هذا الشيء يستمر بهالقوة وبهالحماس اللي عند الشباب اللي قاعد نشوفه اليوم اللي ما شاء الله من احنا من الصبح للحين ما يعني ما شاء الله اللي داخل اكثر من اللي طالع مثل ما يقولون. احب اقول ان الرياضه شيء مهم سواء كانت رياضه محركات او رياضه جسديه الشخص يمارسها، بس ان المفروض ان تصير زياده الايفنتات او السباقات، خلينا نقول ما نبيها تصير ايفنت على اساس تجذب الناس او تجذب الشباب سواء شباب او ناس كبار بالعمر، لان احنا قاعد نشوف سباقات ترايثلون مثلا السباقات اللي تحتاج قدره جسديه في ناس كبار من برا قاعدين يشاركون هنا. ليش ما نعطي الفرصه حق الناس اللي عندنا الكبار اللي قاعد يمارسون الرياضه انهم يشاركون، يصير في زيادة عدد فئات، لأن هذه شغلات ممكن تخلي الواحد يعزف عن المشاركة في هذه الرياضات، يصير في الجوائز يصير عددها أكبر، تقسيم فئات أكثر، تصير فئات محلية وفئات دولية، يعني يكون السباق على فئتين، فئة دولية حق مشاركات دولية وفئة محلية على أساس الناس تشجع. قاعد نصادف احنا مشاركات برا، يعني بنفس السباق هذا الحين شفنا ناس من الخليج العام، السنة هذه شفنا ناس من أوروبا جايين، كان في فريق فرنسي الحين مشارك بالسباق عندنا. هذا عطى طابع أن أي واحد عنده قدرة أن يفوز ممكن يجي ياخذ الجوائز من أهل الديرة نفسهم، وهذا شيء احنا ما نشوفه شيء لصالح الرياضي الكويتي أو الرياضي الخليجي. ما عندنا مشكله ويا الخليج، احنا بالعكس كلنا اهل واخوان، بس لما تصير المشاركه تنفتح دوليه وعلى ايفنت مو مسابقه، هذه احنا نشوفها شوي قاعد تضر المتسابق العربي. خلينا نقول نحتاج هذه النقاط نحتاجها، ونحتاج عدد زياده من الايفنتات، يعني سباق واحد طول السنه مدته 24 ساعه ما يكفي على اساس ان اقول انا والله هذا الفريق بطل. شوف اللي قاعد يصير الامانه انه شح في تنظيم المسابقات مثل الحدث اللي اليوم قاعد يصير، حدث قاعد يشاركون فيه من الخليج من دول اوروبيه مثل ما شفنا فريق فرنسي، فريقين او ثلاثه من البحرين، فريقين ثلاثه من الكويت، هذا يعني معناته في طاقات قاعد تشتغل، بس ما تدري هل هو قله دعم، ما تدري هل الهيئة ما هي داعمة للنشاط هذا. الإيفنت اليوم بصراحة وايد حلو، جمهور ما شاء الله عدد وايد ممتاز، المشاركين مثل ما قلت لك من وايد أماكن بالعالم، حتى التنظيم والترتيب وايد حلو وايد حلو. يعني أطلب أو ما أطلب، أرجو من الهيئة تدعم هل لأن إحنا كبرنا خلاص راحت علينا، دور والباقي على الشباب، إذا ما تهتفنهم وتدعمهم وتوجههم راح يروحون في أماكن ما حد يبيها. شوف ليش؟ أول شيء علشان يعني مثل ما أنت عارف نسقلهم ونطلع منهم، لأن بالكويت في مواهب بالدراج بالكارتينج بالجتسكي كل مكان، اللي ينقص الشباب هذا الدعم، هذا رقم واحد. طالما في دعم وفي توجه مثل ما قلت لك ان الناس تحتضن الشباب هذيلة اعمارهم على من 12 واقل لغايه الثلاثينات، وفي اكثر بالدرج، في اكثر من بحدود 50 فيه، اوكي الله يحفظهم ان شاء الله.
الدعم هذا أنا أعتبر برأيي الشخصي هو رقم واحد. كثرة المشاركات، أنك تكثر مشاركات الإيفنتات هذه مهمة. كل ما تحتك وكل ما تشارك وكل ما تسابق متسابقين من عدة دول، عدة مدارس خلينا نسميها زين، هذا يفرق. المتسابق الكويتي راح يتعلم، مثل ما احنا كنا في يوم من الايام بالراليات لما نطلع نروح الخليج الامارات ولا قطر ولا عمان نتعلم، فعلا نتعلم. طبيعة الارض تختلف، طبيعة الجو يختلف، نفس الشيء بالكارتن. انت هني عندك اليوم حلبة سرب ما شاء الله من الطراز الاول، لما تروح اي حلبة ثانية تفرق عليك، كل شيء يفرق، اللفات، المسافات، حتى الجو. اليوم شوف اليوم نوعا ما بارد، ممكن بعد اسبوعين ثلاثة يدفى الجو، تأثر على السيارة، على المحرك، على حتى التاير، حتى انت المتسابق لانك لابس لبس كله فاير بروف، كله خوذة، يفرق عليك بالأداء يفرق. يعني ما حد هو اللي قاعد يقول انا احسن منه ولا شيء، انا اصلا مو قاعد افكر عن هالشيء، انا كل اللي قاعد افكر عن السباق هو نفسه وهو شنو اللي انا قاعد اطالع قدامي. انا بديش عن الكارتينج لان واحد وهو راح يخليني احسن وايد، وكل الناس راح يعرفون من وانا واحسن. ثاني شيء راح يخليني اقوى باي شيء اللي انا قاعد اسويه. No, the driver is very, very good. Some team like Batelco, Sierra Karting, like professional in go-kart, so they need to do 24 hours and again in Kuwait and perhaps in Europe, in France, and they're going to be better. Yeah, that's the system is broken. They do a great job to repair and to make a solution to do the 24 hours. So congratulations at the circuit and all the guys who do that, because it's very hard for us, and good job. After the circuit, it's different than in France or in Europe. It's smaller, but it's very, very funny. And now we like it, and we hope to come back again. اولا احنا ثلاث فرقه، اوفرتيك 1 اوفرتيك 2 وعندنا اوفرتيك جونيورز اللي هم الشباب الصغار، وكل فريق يتكون من اربع سباق 24 ساعه، وسباق صراحه جميل بس متعب، يبي له نستعد له ويبي له لياقه بدنيه وغيره وايد اشياء. طبعا كانت استعداداتنا للبطوله، بلشنا اول شيء ان سجلنا بنادي، نحتاج لياقه بدنيه عاليه لان السباق مثل ما انت عارف السباق 24 ساعه ويحتاج جهد وتعب، وهذه سادس مره لنا نشارك فيها، والحمد لله اليوم حصلنا على المركز الثالث، وقبلها هم حصلنا على المركز الثالث مرتين والمركز الاول مره. طبعا المنافسه شديده، جدا شديده، لان جايبين فريق فرنسي اللي هو بطل الاول على العالم، والفريق بحريني اللي هو هم الاول على العالم في سنه 2014، فكانت منافسه شديده، كان صعب الحصول على المركز الاول بما ان هم هذا مجالهم وهذه وظيفتهم، اما احنا فهذه هوايه لنا، ولكن الحمد لله كان اداء جميل ومنافسه حلوه. طبعا احنا بلشنا اول شيء بالمركز السابع، باول ثلاث ساعات من السباق صعدنا الى المركز الرابع، وبعدها واجهتنا كذا مشكله، ردينا نزلنا الى المركز السابع،
وردينا نهينا السباق بالمركز الثالث. احنا نشارك بالسيزن كامل اللي هو سباق بالكويت وسباق بفرنسا وسباق بالبحرين وسباق بالامارات، سباقات 24 ساعه. طبعا اشكر اول شيء مدير الفريق اخونا موسى عبد الرزاق والشباب على تعبهم والجهد العالي، والحمد لله كنا متعاونين، وبدون تعاون الشباب ما كنا نقدر نحصل المركز الثالث والاول على الكويتيين، فحاب اوصل الشكر لهم. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نأمل بأن يتجدد معكم اللقاء في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.